ما يتوانسه كان طامعين في عادة أعمار ليبيا، أهو ريتو هذا هاو تقعدوا عليه ولا لا تراوا حاجة. فديهم فيسبوك يحبوا عنيك ناس نقمة مكبوتة جنسيا بر ثبت في وجوههم، كلهم وجوههم كي الزبي وكل معقولتهم كي الزبي. شرين كرين تلم برين شرين كري تلم بري تلم بري كرين تلم بلم رجب طيب أردوغان على خاطر واحد أعز حاجة يعملها يهرع عليكم نمو. وانت يا إمام الزيتونة يعطيك سمونة على قد كرك. أو فاتنا فما فتوى جديدة هذه بعدين ما حضرش عليها ابن تيمية، قال لك تنجم يلاوطوك لمدة من الزمن، معناتها يقعدوا يكلهزوا له مدة من الزمن باش الفلوب نتاع الكوميش يصير يحطوا له فيها من شولات تي ان تي ولا حاجه باش يعمل فيها عمليه استشهاديه وانت شهيد ان شاء الله. تي تلموه هم يموتوا على الترمه ويموتوا على النيك، فهمتني؟ من التالي من اللورا من الدبر. هو انت فما دي زاباري تباعوا ديلاتاتور بالهواء يوسع الجعب ويحط فيه كان يحب، ولا نيك ينكح بهم ودخلوا له ميسيل في سرمه وفرقوا به العدو الوهمي مارينا، حتى عدو تضرب نحن. معطينا مارينا كان لتور جمال وعرفتوا شنو جابت التور جمال، نكون العراق محق زبورمها من التاريخ. يلعن زبورمكم يا ايما الكل 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 عن بكرة زبورم ابيكم، لانه ما فيكم حتى واحد راجل وقف قدام السلفيه المبنويه بتاع توسيع الدبر في عمليه استشهاديه وتدخيل الاقحاب للجوامع. قال شنو ساكنها الجن وتتكلم بصوت الجن وهي صوتها صوت ملهك مني كمها. سلام عليكم فك على زبك الراس. وهاني فاطر واللي ما عجبوش يدوا في ذلك المكان العجيب والغريب. والله انا ان شاء الله للشعب التونسي خدمات، وانا وان شاء الله نقول علينا نحن، والله فما شكون في المجلس عايشين في اوروبا يقولوا نحن نحب نخلصوا باليورو. تحية كبيرة لكلك الطحانة اللي في تونس اللي صوتت النهضة تحب تدخل الجنة تدخلوا العصبة تدخلوا كان في راس الزبي الكل من الواحد حتىش المليون والمليون ونص اللي صوتوا للنهضة يعطيها معصبة واحد واحد مع نجال البريك وتكون مشوكة وبالهريسة وبما الفرق وببزع القرودة. وديما كل حروب تحصل ودي ربها 73 ناكلها لكم، لا نبدا يا ولاد القحبه 48 ناكلها لكم 67 ناكلها لكم 73 ناكلها لكم، وكل حروب استحسنوا دي ربها بدل تقولوا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. يعطيكم عصبه يعطيكم عصبه وحكوا زبي وتخراوا لي فيه ها يا ولاد القحبه. الميبون ما يتسمى ميبون لما ينيكوه مرتين، المره الاولى ما فاقش، المره الثانيه كي يحب العصبه معناتها هو ميبون. يا جماعة بو لحية يلعن النونة اللي جابت الحلاوة لزبوكم باش بزع بجيبكم. أنا الشيخ جلال بريك خير منكم وكل في الدين. أي نعم يا ولاد القحبة.